رعد وصلت البلقة ولا؟ جديد لك ألكساندرا وأيضا صباح خير لارا. صباحك نور، تفضل. يعني أكيد كما تحدثنا في صباح اليوم الحديث اليوم عن الحراج ومديرية الحراج في وزارة الزراعة، اليوم نتحدث اليوم عن الحفاظ عن البقعة الخضراء وأيضا إمكانية زيادة هذه البقعة، وأيضا كما نعلم اليوم في فصل الشتاء تزيد التعديات على هذه البقعة، ولكن اليوم سنتحدث أكثر مع المهندس خالد المناصير مدير مديرية الحراج في وزارة الزراعة. يسعد صباحك مهندس، يعطيك العافية. صباح الخير أخي رعد وللمشاهدين جميعا. يعني مهندس، بدأنا نتحدث عن مديرية الحراج في وزارة الزراعة، كما نعلم اليوم البقعة الخضراء في العاصمة عمان وكافة المحافظات هي قليلة جدا ونسبة قليلة جدا، اليوم كيفية الحفاظ عليها وزيادة هذه البقعة أيضا؟ تمام أخي رعد، الحقيقة من خلال الخطة الزراعية اللي أطلقها معالي وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات، من خلال زيادة المساحات وأيضا المحافظة على الأشجار، مع بداية كل شهر 10 يتم إعداد خطة وتوزيعها على المديريات في جميع أنحاء المملكة، ومن خلالها يتم وضع خطة منظمة من خلال منع أو وقف التعديات أو الحد منها من خلال برامج يتم إعدادها مسبقا لكافة المديريات ومحطات الحراج الموجودة في وزارة الزراعة. نعم مهندس، كما نعلم اليوم بكل فصل الشتاء يكون هناك أيضا تكسير لبعض الأشجار، ومنها من فصل الشتاء من الثلج وبعض الرياح، اليوم تحدث عن تعويض هذا الفاقد من الزراعات وأيضا الأشجار. تمام، التعويض الحقيقة احنا اليوم من الخطة الزراعية تم إنشاء 3-4 غابات في على الطريق الصحراوي، غابة القطران الأبيض وعنيزة، أيضا في عندنا إنشاء غابة راح تكون إن شاء الله خلال الشهر القادم من خلال منطقة لواء الكورة مع منظمة العمل الدولية، وهذه كلها تؤدي إلى زيادة الغطاء الأخضر بشكل مستدام ومنظم واستخدام مياه المعالجة في عمليات التحرير. كما نعلم مهندس خالد، نحن الآن في العاصمة عمان وتحديدا في منطقة الكمالية، كما نعلم شوف الشباب الآن بيشتغلوا وطبيعة العمل هون الآن والتنظيفات قبل فصل الشتاء سيد. تمام، هي بدأت تنظيفات من شهرين ثلاثة، ومن خلال تعاون مع الجهاز الكهرباء مع الوزير للأمانة، اجتمع مع مدير عام الكهرباء الأردنية وتم إعداد خطة كاملة حتى ما يصير أي نقع بأي أخطاء سابقة من خلال تقليم الأشجار كافة القريبة من الشبكة، وأيضا ورشنا وعمال وزارة الزراعة كوادر وزارة الزراعة أو الحراج كاملة على قدم وساق، جميع الأشجار القريبة من المواقع اللي تشكل خطورة والجافة والساقطة تم إزالتها وسحبها إلى المواقع ومحطات الحرجية. مهندس، نتحدث عن التعديات، إجراءاتكم كمديرية حراج وأيضا المتابعة والتفتيش وفرق التفتيش في هذا الموضوع. تمام أخي رعد، من خلال تحديث منظومة الجهاز اللاسلكي عندنا ومحطات المراقبة والتعميم عليها كافة، تم تكثيف هذا العام تواجدها على نقاط غلق بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، وكل هذه البرنامج كامل كله منظم من خلال كوادرنا في جميع المواقع التي متوقع يكون فيها أي تعديات، وبالإضافة لذلك احنا كنا مستبقين هذه الأحداث كاملة من خلال توزيع الأحطاب الجافة والساقطة على المجاورين من خلال توزيعها من خلال معالي الوزير اللي تمت في مناطق جرش وعجلون سابقا، والآن احنا بصدد أي أشجار ساقطة يتم بيعها بأسعار رمزية. يعني ممكن المواطن ياخذ حطب من مديرية الحراج باسعار رمزيه اذا تم زي ما احنا بنشوف التنظيفات هاي الموجوده. تمام، احنا هاي الهدف التقليم هو هدفين، هدف منع وقوع الحرائق بفصل الصيف، وايضا اي اصابات حرجيه كل هاي الاغصان الجافه هي تؤدي الى ذلك، سحب هاي الاغصان والاشجار المساقطه الى محطاتنا اللي موزع جميع انحاء المملكه، وبالتالي يتم بيعها للمواطنين باسعار مناسبه. مهندس خالد، رسالتك الأخيرة قبل ما ننهي لقاءنا اليوم لكل المواطنين وتحديدا من يعتمد اليوم بوسيلة التدفئة على الأشجار اللي احنا بنشوفها، كيف بدنا نحافظ عليها، كيف بدنا ندير بالنا عليها في 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 كافة الغابات؟ أخي رعد، من خلال التلفزيون الأردني الحبيب، يعني احنا مساحة الغابات مساحة قليلة، احنا يعني وزارة الزراعة وجميع الجهات والمواطنين مدعوون للحفاظ على هذه البقعة الخضراء والجميلة جدا، عندنا أشجار نادرة ومعمرة زي البلوط زي الملول زي الأشجار البطن وهي نادرة والحفاظ عليها، بالإضافة إلى مشاريع التحريج اللي تقوم بها وزارة الزراعة منذ أكثر من سنتين حديثا من خلال مشاريع مستدامة ومنظومة منظمة
كاملة، فإحنا وياهم إيد واحدة في الحفاظ على الثروة الحرجية الغالية علينا. مهندس أيضا اسمح لي اليوم أسأل عن التشاركية ما بينكم وبين وزارة الزراعة وكافة المؤسسات الدولة أيضا للحفاظ على هذه الثروة. احنا كقطاع وزاره الزراعه وقطاع حراج تحديدا على تعاون وتشاركيه مع جميع الجهات، سواء وزاره السياحه، وزاره البيئه، والمنظمات الجمعيات، على قدم وساق في زياده البقعه الخضراء، وايضا هم شركاء في يظل اردننا الحبيب اخضر دائما. نعم، بدي اشكرك مهندس خالد المناصير وانت مدير مديريه الحراج في وزاره الزراعه، شكرا لكم، يعطيكم العافيه سيدي. الله يعطيك العافيه. إذن مشاهدينا الكرام، أكيد بهذا الصباح الجميل نتحدث ببلدنا الحبيبة والعاصمة الحبيبة عمان تحديدا، مديرية الحراج التابعة لوزارة الزراعة، والحديث عن الحفاظ عن الثروة الحرجية في كافة غابات المملكة، وأيضا زيادة هذه الثروة الحرجية. واليوم هي رسالتنا اليوم بعدم التعديات على هذه الثروة، كما سمعنا اليوم هي هناك أشجار معمرة من آلاف السنين موجودة في كافة محافظات المملكة. إلى هنا تنتهي فقرتنا معكم الصباحية من خلال برنامج يوم جديد، وعودة إلى الزملاء لاستكمال فقرات برنامج يوم جديد.